أكرم، برضو سمعنا خلال الكام يوم اللي فاتوا إن أنت جالك عروض احتراف خلال الفترة السابقة، وأنت الحقيقة رديت طبعا من خلال قلت إن أنا ما فيش أي حاجة هتحصل إلا من خلال دائما النادي الأهلي، البيت الكبير يعني النادي الأهلي. برضو كلمنا عن هذا الأمر. والله يا كابتن أنا هقول لك على حاجة. اتفضل. ما فيش حد مثلا بيعمل حاجة أو بتجي له حاجة غير لما النادي يكون عارف بيها. طبعا. أكيد يعني الواحد بيبقى جاي له عروض، بس أنا من ناحيتي ببقى قافل كل حاجة، لأن أنا عايز يعني أقضي أكبر وقت مع النادي الأهلي. عايز بطولات برافو عليك. عندي تزيد. حتة إن أطلع دي يعني الجماهير هي اللي تطلعني، يعني ممكن تكون صعبة شوية لكن لا الجماهير هي اللي تطلعني. اللي هو لا اطلع يعني اللي هو ربنا يكرمك مثلا في دوري كويس، دوري انجليزي او فلا لما تطلع وانت مثلا الجماهير بتحبك فدي هتساعدك وانت في النادي اللي انت هتروح. بس انما انا من ناحيتي لا لسه قدامي ان انا ادي النادي الاهلي كبير ان شاء الله ارجع كده بس بالسلامه، ايوه وكل حاجه انا تعرفها في وقتها يا كابتن مصر. ان شاء الله يا حبيبي، ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، مش هقول لك غير ما شاء الله، انت اللي بتقولها المفروض، بس انا اللي هقولها لك بقى النهارده. ما شاء الله ما شاء الله. اسمها هي ما شاء الله. انا على قدي، كل واحد بيقولها على قده.